أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحباب. نحن وأنتم وظلال الأصيل من المحطة السابقة واللحن السابق نقتبس من الفنون أهميتها، ومن المناسبة العامة التي تعم هذه البلاد هذه الأيام، والتي انطلقت منذ 16 ديسمبر و19 من ديسمبر أعياد البلاد، وهي تحتفي باستقلال السودان وبثورة ديسمبر المجيدة، وكذلك بما يعم هذه الأيام من حركة دؤوبة للمسرح والفنون والثقافة، وكأنما الناس يعزون أنفسهم ويتسلون بهذه الفنون. انطلاقا من هذه الثلاثية أرحب بضيفي داخل الاستوديو الأستاذ الرشيد أحمد عيسى نقيب الدرامين السوداني. مرحب بك حبابي. مرحب بك، مرحب بك ابني نزار، ومرحب بزلال الأصيل وغناة الشروق بعد هذه العودة، والتي نتمناها أن تكون عودة بذات الانطلاقة التي بدأت بها الشروق. ومساء الخير على المشاهد السوداني أينما كان، ومرحب بكم حبابك عشرة. وبهذه الحماسة وبالأجواء اللي تكلمنا عنها قبل شوية، خلينا نبدأ بدور المسرح في الحركة الوطنية، والبلد كلها بتحتفل بأعياد الاستقلال. طبعا احنا يعني كفنانين مسرح ورثنا مسرحا مقاوما. حركة المسرح في السودان يؤرخ لها من العام 1903 بابكر بدري، عندما أخذ خيمته في ميدان المولد في قريته، واستطاع أن يقدم مسرحا آنذاك. ولكن نحن نعتقد أنه المسرح بدأ مقاوما من العام 1912، عبيد عبد النور في كلية غردون، عندما قدم مسرحيته المفتش العام ورجل الشارع التي أدان فيها المستعمر الإنجليزي. ثم بعد ذلك صديق فريد في العام 1924، عندما قدم مسرحية صلاح الدين الأيوبي وشارك فيها المناضل علي عبد اللطيف، كان مسؤولا من الأزياء. واستمر مسرحنا السوداني مقاوما إلى أن كتب العبادي المكنمر طبعا المسرحية الرائعة التي تحدث فيها عن النسيج، جمع النسيج السوداني، وتلك الأبيات التي يقول فيها يعلي ودنقلاوي وشايقي شنفايداني غير خلت أخوي غير خلقت خلاف غير خلت أخوي عاداني، يكفي النيل أبونا والدين السوداني. وبعد ذلك ظل المسرح في كثير من في حركته الوطنيه في مسارح الانديه وغيرها، يقدم مسرحا مقاوما مهما حتى مرحله الانغاز. اعتقد ان الانغاز ايضا كان هناك مسرحا مقاوما، وظل المسرح يقاوم في كل ازمنه الحكم الوطني. أيام نميري كان هناك مسرحا مقاوما، أيام الإنغاز كان هناك مسرحا مقاوما. المسرح في السودان كان له دورا عظيما في توحيد النسيج الاجتماعي، في طرح كثير من قضايا الإنسان السوداني الاجتماعية. وأعتقد أنه يعني المسرح اكتسب حضور كبير جدا في وعي وفي ذاكرة المشاهد السوداني. أستاذ رشيد، بيقولوا المسرح أبو الفنون. نعم. بما يحمل المسرح من تداخل لكل الفنون فيه. نعم. ممكن يكون في غنى في المسرح، في شعر في المسرح، في موسيقى في المسرح، فبالتالي عافية المسرح يمكن أن تشهد عافية الثقافة عموما. نعم. هل غاب دور المسرح في هذه الفترة الأخيرة؟ والله طبعا هو مؤكد المسرح في، احنا نكون واضحين ونبدا بالحقائق. منذ العام 89 بعد نظام الانقاذ هناك يعني تدهور واضح في حركه المسرح. اذا كان المسرح، اذا كانت الدوله في العام 1967 تبنت المسرح وبدأت التخطيط له باعتباره واحدة من المؤسسات التي يمكن ان تساهم في التغيير الاجتماعي وفي نهضة الأمة وتعمل على ارتقاب الإنسان، الدولة استطاعت أن تقيم هذه المواسم المسرحية التي استمرت حتى مطلع التسعينات. وبعد ذلك بدأت تجفيف المواعين بتاعت المسرح، وبدأ تشريد الفنانين، وبدأ الإنتاج يقل،
وبدأت الفرق ذاتها تتفكك. وأنا بفتكر أنه من ذلك الحين بدأ المسرح يعني ما بشو معافية لغاية ثورة ديسمبر. وبعد ديسمبر أنا بفتكر أنه حتى اللحظة ظل التفكك في حركة المسرح والانهيار الذي بدأ من 89 مستمرا وحتى الآن. أعتقد أنه نحن بصراحة شديدة جدا ينبغي أن نسمي الأشياء بأسامية صحيحة. فترة الإنغاز، مرحلة الإنغاز كانت من أسوأ المراحل في تاريخ المسرح السوداني، وأفتكر أنه في المرحلة دي حصل تخريب كبير جدا لدور العرض. الآن واضح أنه كل دور العرض في السودان في كل ولايات السودان تم إهماله بشكل أساسي، ولم تعد تصلح للعروض أصلا. الفنانين بدأت هجرتهم إلى العالم كله من منتصف التسعينات. الآن معظم فنانيننا في أمريكا وكندا وأستراليا والخليج، وحتى الذين يعني فضلوا أن يكونوا في السودان أحبطوا وانزووا ويعني عاشوا ظروفا أنا في اعتقادي كانت أسوأ ظروف اقتصادية. طيب، ده بيقودنا لسؤال مهم أستاذ الرشيد. نعم. وهو أزمة الدراما أو أبرز المشكلات الممكن تعاني منها الدراما حاليا. نتكلم عن المسرح وزي قدمنا ليه وكده تشخيص سريع. برضو الدراما باعتبارها هي يعني أحد الفنون اللي مرتكز رئيسي للنهضة بوجدان الأمة ولتشكيل الوجدان السوداني بصورة عامة، وكان عندها دور وما زال الدور يقع على عاتقها. نعم. الفنون طبعا في العالم كله الآن الفنون هي التي تقود الحياة. وأعتقد أنه كل الناس الآن بتحلقوا في بيوتهم حول المسلسلات في كل بيت في أي مكان في العالم، وفي أي مكان في العالم الناس ترتاد المسارح بشكل أساسي يعني. وحتى لو ما ارتدت المسارح هناك فرجة بأشكال مختلفة، ممكن تكون في الشارع، ممكن تكون في الأسواق. أعتقد أن الفنون دورها أساسي جدا في بناء وجدان الإنسان وفي ارتقاء به وبزوجه وبوعيه. عشان كده أنا بفتكر أنه نحن في السودان الآن نعول كثيرا على أنه خاصة في هذا المشهد الضبابي السياسي الذي يعني للأسف الشديد وضع السودان في أسوأ مراحله التاريخية. يعني نحن الآن السياسة الآن للأسف الشديد تدخل في كل شيء، والآن واضح أنه حياة السودانيين كلها توقفت بفعل هذا المشهد الضبابي الذي لا يتحرك في أي اتجاه. مداخل هنا أستاذ رجل. نعم. هل يجب أن تعمل الدراما والفنون بمعزل عن السياسة؟ لا لا، أنا بفتكر أنه طالما أصلا السياسة عندها تأثير وانعكاز على كل حياة الناس، فبالتالي هي بتنعكس علينا نحن كفنانين. يعني الذي حدث للفنان في ظل 30 سنة الفاتت أو حتى الآن كان سببه المباشر هو السياسي. وأنا أفتكر أنه المشكلة الأساسية في السودان أنه المشروع الوطني السياسي في السودان من 56 وحتى الآن لم يحقق أو لم يكن هناك مشروعا لكي يحقق لهذا البلد نهضة وتطور وتقدم. طيب أستاذ رشيد، إذا فشل المشروع السياسي السوداني، نعم، كيف يمكن تبني مشروع ثقافي سوداني يكون فيه المسرح هو القائد أو حجر الزاوية؟ والله الآن أنت دخلت طوالي جتني طوالي لتأسيس النغابات. أنا بفتكر أنه في ظل المشهد الآن الضبابي ده الغابت فيه حتى الأحزاب السياسية من أن تقدم خطابا سياسيا واضحا وأن يكون هناك التفاف حول الوطن والتخلي عن كل الأحلام والامتيازات التاريخية للكثير من الأحزاب. أفتكر أنه المشهد الآن ظل واضحا لكل الشعب السوداني أنه هذه الأحزاب فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق الحد الأدنى من أن يكون هناك مكسب للوطن والمواطن، وأن يكون الوطن في حدقات عيون هؤلاء السياسيين. الآن هناك زعزعة، والآن هناك مشهد ضبابي معقد جدا. في ظل هذا في هذه الضبابية لا بد أن تتحرك النخب القادرة على أن تحدث فرقا. أفتكر أنه إحنا كفنانين بنفتكر حان الوقت لأنه تقود المشهد، أنه أيوة إحنا نتقدم المشهد. لأنه أنا بفتكر أنه في ظل قياب السياسي، في ظل قياب الوعي بالوطن وبعشق هذا الوطن، هناك كثير من التفلتات الحاصلة الآن في أطراف الوطن، هناك كثير من الدماء التي تسيل. وأعتقد أنه هذه مسؤولية مباشرة للسياسي وللأجهزة الأمنية. في ظل هذا الغياب نحن كنخب بنفتكر أنه حان الوقت لأن نؤسس
أن نبني مؤسساتنا التي يمكن من خلالها أن نعبر عن أنفسنا. طيب نعم. جميل. الأخوة في الكنترول عندهم لنا صورة. نعم. الصورة دي بتذكرك شنو؟ الصورة دي من حكايات سودانية من مشهد في روشيتا. فيلم روشيتا. فيلم روشيتا واحد من ده أول حكاية سودانية أنتجت الشروق. طبعاً أنا أفتكر إنه قناة الشروق في العام 2010 بدأت في أن تؤسس لانطلاق إنتاج دراما سودانية بشكل مختلف جداً، وأعتقد إنها نجحت نجاح كبير جداً، وأنا أحيي الشروق حقيقة إنها استطاعت في تلك المرحلة أن تنتج أكثر من 100 أو 150 فيلم أو 200 فيلم تقريبا، وبدأت بمخرج سوري اسمه عروة محمد، وأنا أحييه وأحيي الأستاذ جمال عبد الرحمن دفعتي وزميلي وصديقي كان المنتج، وأحيي قصي السماني الذي كتب الحلقة سيناريست. السيناريست، وأعتقد أنها كانت حلقة مميزة جدا، كانت الانطلاقة بتاعت الحكاية السودانية، ومن خلالها بدأت حكاية السودانية تأخذ مكانتها عند المشاهد السوداني، وبدأت تنافس حتى على المستوى العربي، وأعتقد أنه في عدد من الحلقات فازت في واحدة من المهرجانات بتاعت المهرجانات التلفزيون العربي. في المروشة ده كان بيعني ليك شنو؟ والله كان بيعني ليك الكثير، لأنه أنا أفتكر أنه أول فيلم مقاوم لفترة الإنغاز، يعني الفيلم ده كان بيتكلم عن أب ابنه بيموت في المستشفى لأنه ما في دواء، وهذا المواطن السوداني كان يعمل عسكريا في واحدة من المؤسسات، ورئيسه كان بيتكلم لهم عن الأحلام وعن أنه حنغير وكذا، وذات الرئيس هو تولى المسألة بتاعت الصحة دي، وهو كان لب الفساد. الفيلم كان بيتكلم عن الفساد في داخل الأجهزة الحكومية، والفيلم طبعا لم يعرض إلا مرة واحدة للأسف الشديد، وبعد ذلك حتى قناة الشروق أفتكر إنه في المكتب بتاع قناة الشروق غير موجود. ما موجود. نعم. غير موجود، لأنه الجهات الرسمية آنذاك شعرت بخطورة هذا الفيلم وتأثير هذا الفيلم على المشاهد السوداني. الفيلم كان بيقدم رسالة كبيرة جدا إنه الفساد موجود في داخل الأجهزة ذاتها التي تدير الدولة والتي تدعي وتقول للناس ان احنا بنناضل من اجل الوطن وهكذا. يعني استاذ رشيد، هل يخاف الساسه من الدراميين وما يمكن ان يحدثوا من تاثير؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. فن المسرح زي ما قال واحد من اعظم نقاد القرن العشرين اريك بنتلي، قال فن المسرح هو استمرار الكلام عن فضايح الناس، فبالتالي الدراما عموما هي بتتكلم عن فضايح الناس اينما كانوا، يعني في اي موقع، في السلطة، في المجتمع عموماً، حكايات الناس، قصصهم في الأسر. فأفتكر إنه السياسي للأسف الشديد لو كان عنده وعي بدور الفنون، لكانت الفنون هي النبراس اللي بيقوده، لأنه أنت لما تتكلم لما تنتقد المشاكل ممكن تحدث في المجتمع وتحدث للسياسي، إذا بتدري له الطريق هذه إنارة له وللطريق. عشان كده أنا أفتكر إنه واحدة من أسوأ يعني مسالب الأنظمة العسكرية أو الأنظمة الدكتاتورية في السودان إنها تتحسس كل ما ذكرت الدراما تحسسوا مسدساتهم وهكذا. جميل. يعني الحديث عن هذا الفيلم فيلم روشيتا بيقودنا طوالي للإنتاج الدرامي في السودان، العقبات والمشاكل. نعم. طبعا الدراما يا أخوان، الدراما التلفزيونية تحديدا أو الدراما عموما تحتاج إلى تمويل، والتمويل صناعة الفنون عموما صناعة شاقة، أو صناعة الثقافة عموما تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة جدا، وللأسف الشديد نحن على الدوام يعني في هذا الفقر، بنفتكر إنه الدراما دي أو الفنون دي ما مفروض يتم الصرف عليها بالمقدار الصحيح، يعني في مشاكل كبيرة جدا في مسألة التمويل وفي مسألة الإنتاج. دي أهم حاجة، التمويل، نحن نفتقر إلى التمويل بشكل أساسي، وكذلك نحن ده الجانب الأساسي بتاع التمويل، لكن إحنا عندنا جوانب فنية أيضا. خلينا نقف أول حاجة في جانب التمويل، المسؤولية. نعم. الأساسية في مسألة تمويل الإنتاج الدرامي، هل هي تقع على عاتق الدولة بصفة مسير دولاب العمل، أم تقع على رجال الأعمال الذين لا يرون أن الدراما يمكن أن تكون استثمار مفيد يدر الدخل، أم على من يقع عاتق مسألة تمويل الإنتاج الدرامي؟
أكبر خطأ ارتكبوه الفنانين في السودان الدراميين، افتكروا إنه الدولة هي اللي افترض أن تنتج الدراما على كل مستوياتها. يعني إذا كانت إذا كان المسرح قد تبنى، إذا كانت الدولة قد تبنت المسرح من 67 وبدأت تنتج في المواسم المسرحية وتوقفت بعد ذلك، أنا أفتكر إنه الخطأ الكبير أن يتصور الفنان إنه على الدولة أن تنتج له، أو على الدولة أن تبذل الأموال الطائلة لكي تنتج دراما. أنا أفتكر إنه ده ما دور الدولة على الإطلاق، وده واحد من الأسباب اللي إحنا الآن حنقود بها الحركة بتاعت النغابة بتاعتنا بالاتجاه الصحيح، إنه نحن لابد أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى غير الدولة. الدولة في أي مكان في العالم ينبغي أن تصنع لك المؤسسات البنيات التحتية. يعني أنا في رأيي إذا الدولة قدرت تعمل مسارح جيدة بمستوى يليق بالدولة ذاتها، لأنه في النهاية الدولة العنوان بتاعها المسارح الممتازة البنيات التحتية المميزة. إذا استطاعت الدولة أن تقدم أو تبني بنيات تحتية مميزة، أنا أفتكر إنه نحنا ده كافي جدا للدولة. هل عندنا يعني أزمة تفريق ما بين الدولة والحكومة، أو ما بين طبعاً نظرة عامة يعني سواء طبعاً كان بالنسبة للدراميين أو حتى بالنسبة للساسة أنفسهم؟ يعني طبعاً نحن الدولة طبعاً هي عبارة عن مؤسسات. نعم. المؤسسات دي عندها قوانينها وعندها لوائحها وعندها السيستم بتاع المفروض تدير به الدولة. للأسف الشديد نحن الآن الدولة السودانية سقطت سقوط عظيم، لأنه واضح إنه ما في مؤسسات. يعني بعد الزعزعة اللي حصلت دي الآن كشفت إنه كل المؤسسات بتاعتنا في حالة من التفكك مهول، وأنا أفتكر إنه دي كلها آثار الثلاثين سنة بتاعت ثورة أو دولة أو نظام الإنغاز، كان له تأثير كبير جدا في إنه تتفكك كل هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة، لأنه الفكرة التمكين سيطرة يعني مبالغ فيها، بحيث إنه الآن لم تعد هناك مؤسسات ملك الدولة، ظلت ملك الأفراد. بالتالي تعمل الحكومات لأنفسها ولا تعمل لبناء مؤسسات. طبعاً مؤكد. جميل. طيب نحن تكلمنا عن الجانب الأول من أبرز المشكلات اللي بتواجه الإنتاج الدرامي في السودان، وهي مشكلة التمويل، واللي بتعتبر حجر الزاوية أو الأساس اللي بيقوم عليه. نتحدث برضو عن باقي المشكلات اللي بتواجه الإنتاج الدرامي. المشكلات الثانية أنا بفتكر إنه تأهيل الفنانين أيضاً. يعني إحنا عندنا أزمة كبيرة جداً في كتابة السيناريو، دي واحدة من المشكلات اللي إحنا بنعاني منها معاناة كبيرة جداً، وأفتكر إنه يعني دي مسألة مغدور عليها إذا أيضاً يعني توفر المال، يعني بعد ذلك ممكن يحدث التطور. يعني وأفتكر إنه نحن محتاجين لإنه بتأهيل النازل أن تبعثهم. يعني واحدة من مشاكل الدراما إنه توقف الابتعاث للناس عشان يجروا برا ويمشوا يتحصلوا على معارف جيدة تعينهم في إنه يطوروا المشهد ويغيروا حياة الواقع السوداني. دي واحدة من الحاجات. الكتابة السيناريو فيها مشاكل كبيرة جدا. ثانيا أنا أفتكر إنه برضو كان عندنا في فترة الفترات مشاكل بتاع التقنيات، لكن الآن أفتكر إنه يعني في نقلة كبيرة جدا حصلت في المشهد السوداني، إنه في شباب على قدر كبير جدا من التأهيل في مسائل التصوير والصوت والإضاءة، وأفتكر إنه دي مسائل حصل فيها تطور ونقلة كبيرة جدا، وفي أجهزة حديثة جدا وفي كاميرات حديثة جدا، دي ما فيها مشكلة. المشكلة الأساسية بعد ذاك حتى الممثل ذاته عنده مشكلات كبيرة جدا. نحن عندنا مشكلات كبيرة جدا لأنه عدم تراكم التجربة المتواصل. يعني نحن بنشتغل مسلسل كله 5 سنوات أو كله 10 سنوات، والممثل عشان يتدرب على التعامل مع الكاميرا هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني لا بد أن يكون هناك تراكم مستمر للتجربة. كذلك في المسرح إذا الممثل وقف لفترة طويلة جدا حيكون عنده مشكلات كبيرة جدا. تدريب الممثل على التعامل مع الكاميرا ده يحتاج لزمن. إذا كان هناك استمرارية أنا أفتكر ما بكون في مشكلة بالنسبة للممثل. دي كلها حنحققها نحن في المرحلة الجاية إن شاء الله لما نجل الحديث عنه. طيب أستاذ رشيد، يعني ده كله بيقودنا لسؤال مهم جدا، وهو كيف تشخص أزمة الدراما السودانية بصفتك عامل في هذا المجال وصاحب وجعة زي ما بقوله، ونقيب للدراميين الآن واخدت صفة رسمية ودور كبير يعني بيقع على عاتقك؟ أنا أفتكر إنه أزمة الدراما أنا لخصتها في إنها كالنهر المتقطع. يعني النهر المفروض يكون مستمر في الجريان.
الدراما السودانية للأسف الشديد على الحالة بتاعت النهر المتقطع دي، تشتغل سنة تشتغل تاني بعد 5 سنين أو 6 سنين يكون في كثافة في الإنتاج، تجيف 10 سنين ترجع تاني، وهذه واحدة من المشكلات الكبيرة جدا. نحن نحتاج لأن يكون هناك إنتاجا مستمرا بمعزل عن الدولة. نحن الآن لن نعتمد على الدولة بأي حال من الأحوال. يعني أنا بفتكر إنه نحن يعني المرحلة الجاية لابد أن يكون عندنا القدرة على أن نقنع هذا الرأسمال الوطني إنه درامتنا السودانية تستحق إنه تبذل فيها أموال. دي واحدة من الأهداف الأساسية اللي حنعمل عليها، إنه لابد أن نوفر تمويلا من أي جهات غير الدولة غير الحكومة. نعم. طيب ده تلقائيا أجاب لي على محورين القادم أو أغياب على جزء منه، وهو رؤيتكم للدراما في السودان بعد التكليف الأخير. نعم. لكن خليني أخذ جانب مهم جدا من السؤال، وهو أولى الخطوات اللي حتبدو في تنفيذها فيما يلي جانب الدراما في السودان بعد ما تم تكليفك بنقيب الدرامية. طيب نحن طبعا بصراحة شديدة جدا، أنت يمكن موجود في الوسط وعارف أنه حصل شتات كبير جدا في الوسط في الفترة اللي فاتت، وعدم اتفاق، وتكتل الناس في عدد من الـ الاتحادات والنغابات، ويعني في تكتل وفي تشظي كبير جدا في المجتمع في الواقع الدرامي. اهم شيء نحن حنعمله الان حنعمل على لم الشمل، حندعو دعوه كبيره جدا عشان الناس يلتفوا حول النغابه، ودارين نوجه رساله واحده بس، انه النغابة ليست حزبا سياسيا، النغابة مجموعة من الفنانين ارتضوا أن تكون لهم جهة يعني تقدر تدافع عن حقوقهم وترتغي بهم وترتغي بالمهنة وتحقق لهم مكاسب وتخلي هناك عمل مستمر. نحن بنفتكر أنه واحدة من أكبر الهموم بتاعتنا أنه كيف نقدر نجمع الناس كلهم، نجمع الشمل. أنا بفتكر أنه النغابة للإسلامي وللشيوعي ولحزب الأمة وللبعثي وللناصري ولكل ألوان الطيف، نحن أنا بفتكر أنه آفة السياسة التي انعكست على هذا الواقع السوداني وصنفت الناس كلهم هذه التصنيفات، نحن بنفتكر أنه حان الوقت لأن نحارب هذا التصنيف. الفنانين، نحن فنانين، نحن شريحة مهمة جدا، نحن لن نترك السياسي في المرحلة القادمة أن يخطط لنا وأن يفكر نيابة عنا. أنا أفتكر أنه وضح تماما الآن الانغلاق الحاصل في المجتمع السوداني ده سبب السياسة بشكل مباشر. عشان كده أنا أفتكر أنه النغابات دي الآن اللي بتقوم دي هدفها الأساسي أنها كيف ترتقي بالواقع السوداني وكيف تعيد اللحمة للناس وكيف الناس يلتفوا حول هذا الوطن الجميل. نحن سنعمل على ذلك. عشان كده نغابتنا أول حاجة حنعملها أنه لا بد أن نحب هذا الوطن ولا بد أن نلتف حول هذا الوطن. نحن لسنا سياسيين، نحن متجاوزين السياسي. نحن بنفتكر أن حبنا لهذا الوطن تجاوز السياسي. نحن من 120 سنة الفنانين منذ خليل الفرح ومنذ العبادي وصديق فريد وكل هؤلاء عبيد عبد النور نعمل على أن نبني هذا النسيج وأن نحب هذا الوطن. عشان كده أنا بفتكر أنه السياسي فشل ذريعا في حب هذا الوطن. يعني أنا أفتكر أنه اللي بيحصل ده ما في عبث أكثر من الذي يجري الآن في السودان. نحن والله يسعدنا بك جدا نقيب الدراميين السودانيين الدرامي الأستاذ رشيد. أنت ما سألتني عن النغابات. زمننا خلص، لكن نعم. إن شاء الله نديك مساحات تانية نتكلم فيها عن النقابات. طبعا ما تكلمنا عن النغابة، نحن تكلمنا عن موضوع عام جدا، لكن النغابة فيها كلام كثير جدا وعندنا أحلام كبيرة جدا حول تغيير المشهد وإحداث فرق كبير جدا الآن في المشهد الدرامي وفي المشهد الحياة السوداني كله، وحنتجاوز نحن كل هذا الحالة الضبابية التي يعيشها الواقع السوداني الآن. طيب ممكن سريعا نتكلم برضو عن الرؤية لتطوير الدراما، رؤيتك لتطوير الدراما. والله نحن أول حاجة أنا يعني أحيي كل الأبناء الذين قاموا بهذا الجهد الكبير في تكوين هذه النقابة، وأحيي تجمع الدراميين السودانيين، وأحيي اللجنة التمهيدية العليا التي قامت بهذا العمل، والذين بدوا من الأغاليم. كانت البداية مختلفة جدا، بدوا من مدني حيث مبعث الوعي مؤتمر الخريجين في 1938، وهذه رمزية كبيرة جدا نحن نعتز بها. ثم ذهبوا إلى عطبرة حيث النقابات وحيث المقاومة الاستعمار،
والدمازين والتنوع والمناطق اللي فيها تماسات، وكذلك كادوغلي. النازل بدوا بدايات قوية جدا لتأسيس هذه النقابة، بدت من الأطراف. عشان كده احنا بنفتكر انه هذا الحلم الكبير بتوحيد السودان سنعمل عليه. نحن انا بدعو كل الناس الآن، كل الزملاء، انه نحن حندعو للم الشمل قريبا لكل ألوان الطيف الدرامي، حيكونوا موجودين في هذه النقابة. هذه النقابة للكل، النقابة ليست نقيب وليست لجنة، النقابة هي قاعدة تؤمن بأن تغير واقعها. عشان كده نفتكر احنا حنبدأ أول حاجة من أولى مشاريعنا حنعمل لما الشمل. حاجة تانية حنعيد الحياة للحركة المسرحية، وحنشتغل مع الجهات المسؤولة الرسمية يعني في أنه نعيد بناء هذه المؤسسات والدور التي تم تخريبها زي المسرح القومي، وحنعيد بناءه من جديد بشكل أساسي، وحنعيد تكوين الفرق والجماعات المسرحية، وهذه أولوياتنا، وننظمها وننظم مجالس إدارتها. أفتكر أنه دي البداية الأساسية. وبعدك حنبحث عن التمويل، والتمويل أنا أفتكر أنه عندنا جهات كثيرة جدا ممكن تقيف معانا في المرحلة الجاية بإذن الله. أنا شاكر لك أستاذ رشيد، ومنياتي لك بالتوفيق ولكل العاملين في مجال الدراما. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا يا نزار يا أخوان، سعيد بك. أنت راجل سيناريست وكاتب يعني في الطريق، ونحن إن شاء الله نحتفي بك قريبا إن شاء الله في نص جديد. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا على هذه دي الساعة. كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل، ضيفي فيها نقيب الدراميين السودانيين الدرامي الأستاذ رشيد أحمد عيسى.